أحل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. هذا الشهر أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه شهر مبارك يبشر صحابته، يقول آتاكم رمضان شهر مبارك، ما قال غير هذا شيء، قال شهر مبارك، فرمضان شهر مبارك، فهو شهر مبارك في كل شيء. من فضل الله وكرمه وإحسانه على عباده أن جعل لنا مواسم للخير وأزمنة فاضلة تقال فيها العثرات وتحط فيها الخطيئات وترفع فيها الدرجات، ومن ذلك شهر رمضان المبارك الذي تكرم الله به على هذه الأمة فجعله مزرعة للخير وميدانا للتسابق في أعمال البر ومجالا للبذل والإحسان. الصيام أيام معدودات، إما 29 يوما أو 30 يوما، وهذا يدل على تقليلها ليحدث التنافس بين أهل الإيمان في اغتنامها. عبادة الصيام هي قربة إلى الله بأن يحبس الإنسان نفسه عن مشتهياتها طاعة لله تعالى. احتسابنا أجر الصيام يا أحبة معناه أن نستحضر كل ثواب ذكر لنا في الكتاب والسنة في فضل الصيام وأجر الصائمين عند الله. يقول نبيك صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وليحذر الإنسان مما يضيع عليه هذه الفرصة، فإن شهر رمضان ليس محلا للغفلة ولا للعبث. اللهم بلغنا بمنك وكرمك شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام واكتبنا فيه من المرحومين وممن كتبت لهم المغفرة وممن أعتقت رقابهم من النار.